وينضم إلينا من لندن مراسلنا أشرف سعد. بانتظار إقلاع هذه الرحلة، كل هذا الشجب من قبل مسؤولين أوروبيين ومنظمات إنسانية وحقوقية بشأن قرار الحكومة البريطانية وإصرار ما أعلنته وزيرة الخارجية ليز تراس. أشرف، بالفعل هناك إصرار من الحكومة البريطانية على المضي قدما في هذه الخطة رغم الانتقادات المتزايدة والتي وصفتها بأنها غير أخلاقية وغير عملية، بل وحتى غير بريطانية، يعني أنها لا تتسق مع الأخلاق البريطانية ومع السياسة التي اتبعتها بريطانيا على مدى عقود. وزارة الداخلية البريطانية التي نقف أمامها الآن تقول إن هذا هو الطريق الوحيد لقطع الطريق أمام مهربي البشر الذين يستغلون معاناة هؤلاء اللاجئين ويضعونهم في رحلات خطيرة عبر القناة الإنجليزية أو بحر المانش كما يسمى في فرنسا. هذه الرحلات تهدد حياتهم وتقودهم إلى المجهول، وفي نفس الوقت يجني هؤلاء المهربون أرباحا طائلة من وراء معاناة هؤلاء اللاجئين. الخطة تقوم أولا على ألا يبقى طالبي اللجوء في الأراضي البريطانية حتى يتم الفصل في طلبات لجوئهم، بمعنى آخر أنه الترحيل إلى رواندا ليس نهائيا، ولكنهم سيبقون هناك حتى يتم الفصل في طلباتهم باللجوء السياسي إلى بريطانيا، وما إذا كانوا يستحقون اللجوء أو لا يستحقونهم. بالطبع قبل ذلك كانوا يبقون على الأراضي البريطانية ويعيشون في على المجتمع البريطاني قبل البت في طلبات لجوئهم. مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، الزميل أشرف سعد.